انطوانيت عقيق حبيبتي. ليه بقولوا انك بتعملي ايحاءات سبلاش مثلا؟ عملتي ايحاءات؟ دايما بيطلعوا علي اشاعات. انت بس تعودت. انت شو؟ انا ماشي بكون عم بحكي عن موضوع بياخدوها على غير موضوع. دايما بيعملوا فيي هيك. مثل اي موضوع مثلا؟ مثل مثلا كل المواضيع. حيلا موضوع حرام وليك لبس لتحت. ايه شفتي؟ بس ليه مش مالك عادي؟ يا عمي الناس اوقات بتتبلى، اوقات الناس بيروح فكره مدري لوين. طب قولي لنا ليك بتفكروا الناس ايحاء وهي منا ايحاء؟ سليكسيون يعني. نكتة انطوانيت نكتة. لا ما نكتة. عيب عن جد. لا مش نكتة لحظة. شو يا رب تسامحنا. يا مرشربي. لحظة انا اقلك مالك، نحن معنا وقت. يعني فاجأتيني. ايه هلا بلاقيلك نكتة من كان بتدسك. ايه بس مش حطفي الكاميرا، رح دني نطرتي. هستي. ايه. طيب هستي. يلا منلاقي نكتة. انتي حقيقة هيك بتكون مع اصدق؟ ايه انا ما اصدق. مش بتركبيهم؟ هلا انا حقي ركبهم. انا حقي ركبهم طالما انا عم بحكي بالموضوع يلي قلت عنه وهالشي بينطبق على الموضوع. انا هيدا حقي. أوكي. يعني انا هيدا شغلي. كتبنا عنك بالجرس انه عملتي ايه حقا، بس ما قدرنا نهجم عليك قد ما انت مهضومه حبيبتي. ولا انت امينه لله، كثير مهضومه وقريبه من القلب. يعني حتى حدا بيسمعك او بيشوفك ما بيقول شو هالبنت البلقان، وهي مفارقه. الحمد لله. انا بس كون عم بقول نص ما بكون عم فكر بالمعنى الايحائي، ببقى عم فكر بالمعنى البسيط بصراحه. يمكن هيدا الشيء بيساعد ما بعرف، بس انه يعني انا لما بكتب بفكر بالمعنى الثاني، بس لما بقول بفكر بالمعنى البسيط ما بفكر بالمعنى الثاني. شو برجك مدام؟ عقرب. بس المهم مين العقرب؟ ايه طبعا اهم نجوم لبنان من العقرب. ايه يمكن. ايه اهم شخصيه. ايش يمكن على الاكيد؟ فيروز. صباح وداع صافي. مظبوط. ما يكونوا بحد بعض. رفيق الحريري. اليسا. وبعد شو بدي اسمي لك؟ وانت حبيبتي. ثانك يو. ميرسي لك.